طبعا هاليوم انا اشتهيت ريوق غير شكل، اريد اسوي محروق صبعة بس على طريقتي. تعالوا يا اخي نشوف شلون. طبعا مكونات بصل خلوه كبار، زين حلو كيفكم انتم، انا حبيت كبار. طماطه مفرومه وخبز وبيض، بس هسه خلينا نسوي البصل. حمسنا البصل، نذب هسه الخبز نحمسه وياه، نحط زيت زيتون شوي بعد. شوفوا شوفوا الجمال شلون، هاي محروقة صبع غير شكل. طبعا بعد ما حمصنا الخبز والبصل نطلعها، نحمص الطماطم، خليها تدفن الزيت. طبعا انا خال 4 طماطات و3 خبزات وراس بصل و4 بيضات، هسه راح اطقهم فوق، مو فوق لا طلعهم وطقهم بالطاوة. طبعا طلعناها خليناها هنا، هسه نزل البيض. هاي قلت لكم هاي محروقة صبع غير شكل. طبعا هذا الشكل النهائي، اوكي نروح ناكل. خلينا نجرب بالله محروق صبع غير شكل هاي. زين بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ليش اكو شيء وعد سواه مو طيب؟ خلنا اوريكم، شوفوا صحني فاضي يعني بس مصوي ليله، وانا هسه بس اباوع له يعني ما يقول زوزو جربي وشوفي رايي رايك يعني. لا هو يسوي هو ياكل. طبعا هاي محروقة صبعة من مبارحة اجت بالليل، شلون اسويها طبعا، شلون رسمتها، شلون خططت. الاستيحاء اجالك؟ اي ما شاء الله تبارك الرحمن. فضلي والله زين منك، قلت لي تفضلي هم زين يعني، هم زين يعني. شكلك ما زين، انت مسويه دايت. اي مو انا اقول يعني. نعم.